بسم الله. بعد ما اخدنا كده انترو كده عن الفكره بتاعت الام في سي، هنبدا ان شاء الله نعمل اول حاجه الموديل، نتعلم الموديل بتاعنا اول شيء. فانا هفضل ان انا اكتب بطريقه معينه، يعني هكتب مثلا ايه، انا هشتغل على الموديل بتاع الكاستمر مثلا، ف هكتب كاستمر دوت موديل دوت جي اس، دايما هشتغل باسم كوليكشن دوت موديل دوت جي اس كطريقه يعني ارتب بيها اموري. فدخلت على الموديل بتاعي، هبدا اعرف كونتكست، اسف كونست منجوز، وهنادي على الايه، على المنجوز بتاعتي ماشي، عشان طبعا هستخدم المنجوز في تعريف الموديل اللي هو هيتعامل مع الداتابيس بتاعتنا او مع التيبل بتاعنا. اول حاجه بعرفها حاجه اسمها السكيما، الوصف بتاعنا. فهنادي على منجوز دوت ايه دوت سكيما، ده عشان اقدر اعمل ديسكريبشن للسكيما او الوصف او المنظور بتاعي اللي هشتغل عليه. واعرف حاجه اسمها كاستمر سكيما، وكاستمر سكيما بتاعتي هتبقى عباره عن ايه، عباره عن وصف الهيكليه بتاعه الكوليكشن اللي اسمه كاستمر. فقلت له ده عباره عن نيو سكيما اللي انا عرفتها فوق، وقمت فتح الديسكريبشن بتاعها وهبدا احط الاتريبيوتس بتاعتنا اللي هي مثلا تايتل. فهحدد بعض الحاجات في التايتل، مثلا التايتل او مفتح القوسين بتوعي، واقول والله التايب بتاعه سترينج، عندنا نوع من انواع في المنجوز سترينج، ريكوايرد فولس يعني مش ريكوايرد، او هقول له ريكوايرد ترو لو انا عايزه ريكوايرد. الماكس ان انا اقول له الماكس بتاعك يعني عدد الحروف اللي يقدر يدخلها بشكل اكبر حاجه، قلت له 3 حروف بالنسبه للتايتل. بعد كده هعمل الكاست نيم، طبعا مش هعمل كل التيبل اللي كنا عملناه في فرونت اند كله بالتفصيل الاول، خليني الاول اخد شوط كده معاك، وبعد كده هنرجع نعيد تاني بقى، بس هنخش في حاجات اعمق ونعمل حاجات يعني معقده اكتر، بس الاول نطلع بالمرحله الاولى. فعملت الكاست نيم، التايب سترينج وريكوايرد خليته ترو، وقلت الماكسيمم مثلا ايه 100. الايميل التايب سترينج وعملته برده ريكوايرد ترو، وقلت مثلا الماكسيمم عندك 50. بيست برضو الفون، اخلي برضو التايب بتاعه سترينج عادي، وريكوايرد ماشي مفيش مشكله، وخلي بس الماكسيمم يقل شويه 15 مثلا ولا حاجه، شلنا الكوما بعد الفون. ده كده الديسكريبشن بتاع السكيما اللي اسمها كاستمر، ده الديسكريبشن بتاع السكيما اللي اسمها ايه، اللي اسمها كاستمر. طب كويس جدا، بعد ما عملنا الديسكريبشن بتاع السكيما اللي اسمها كاستمر، عايز اكسبورت الموديل ده، عايز اكسبورت الموديل ده عشان اقدر اشتغل عليه. فقمت قال مديول دوت اكسبورتس خلاص، وبيساوي قمت بس هاكسبورته بمنجوز عشان هودي يعني هظبط شويه حاجات. فاقول له منجوز دوت موديل كاستمر، والكاستمر ده بالنسبه لي اسم الاسم بتاعي، اسم الاسم كوليكشن، اسم مش اسم كوليكشن، اسم الموديل، وكاستمر سكيما ده الديسكريبشن بتاع الايه بتاعنا اللي احنا عرفناه من فوق. الانواع برضو بالمره ناخد نبذه عن الانواع، احنا قلنا التايب سترينج، في انواع تانية غير السترينج، بسرعه كده ناخد نبذه عن الانواع اللي ممكن نحطها. في عندي سترينج، في عندي نمبر، في عندي ديت، في عندي بافر للحاجات بتاعت الصور او الفايلات، في عندي بوليان، في عندي ميكسد حاجات مختلطه ودي ما بنقدرش نكونفرته خالص، في عندي الاوبجكت، الاوبجكت اي دي العادي، وفي عندي اري، وفي عندي حاجه اسمها ماب ودي بنعرفها كده زي كي فاليو نقدر نستخدمها. دي كانت بالنسبه للتايبس. بس كده عايزين نقول برضو احنا اتكلمنا على حاجه اسمها ريكوايرد، تمام. ريكوايرد دي هل هي الاتريبيوت الوحيد وماكس؟ لا، في اتريبيوتس ثانيه خاصه بانواع بيانات مختلفه، زي المنجوز ليها مجموعه من الفاليديتورز. طبعا في عندنا حاجه اسمها تشيك ريكوايرد اللي احنا بنتكلم عليها، لكن النمبر في منه المينيمم وفي الماكسيمم، ده في فاليديتور، وفي عند السترينج في عندي الانيميريشن والماتش والمينيمم لينث والماكسيمم لينث، دي اكتر حاجه بنستخدمها، وفي عندي اليونيك، وده برضو اقول له يونيك بترو فولس زي ما قلنا ريكوايرد ترو فولس عشان يقدر يقول لي انه ما ينفعش يتكرر او ينفع ايه يتكرر.